انت 2013 كمواطن من سيدي بوزيد شنو اللي تتمناه؟ انا شنو نتمنى؟ نتمنى ان شاء الله الاستقرار في تونس يهدأ، ان شاء الله الامور تهدأ في تونس، وان شاء الله الحكومه تخدم الشباب، وان شاء الله تعمل المشاريع، وان شاء الله معناها وان شاء الله تكون تونس بخير. التنميه هذه من الاساس، تشغيل الشباب لازم يشغل يخدم، تفهم فيها سواء معطل على العمل اللي هو عنده شهاده او ما عندوش شهاده، هذه حاجه. حاجه ثانيه والاساس اللي هو خاطر التشغيل ما يجيك كان بالامن. نحن لا علاقه بالامن. الامن زاد رقد فرد مره عطوه فلوس عطوه شرقد مع سيدي بوزيد ما عندوش امن. تو شوفوا فيهم في صفاقس في الساحل في تونس يعملوا في دوريات ويعملوا في كذا، نحن هنا تنعسوا على ارواحنا. تفهم فيه واحد قاعد يمشي غير قادر ماشي داير عليه وقتاش تضرب وقتاش تجرح وقتاش تختف له وقتاش كذا. اتمنى اني نوقف نمشي على رجليا ونخدم على بي وامي. ما عنديش حد شيوخ. علاش بكيت الرفيق؟ كان قدي ربي. أنا كنت نعاون بي وامي. هاك تشوف ما عندي مرا وين تقف على ساقيك؟ لا مش كلافذيك. شنو حاجة تطلبها انت توا؟ تكفيش حاجة تطلبها تتمناها كي العباد تفرج فيك؟ نطلبها كان يعاونونا على المسلين وكاو. دور لي الحاله تتكلم وحدها من غير ما نوجه لك انا حتى سؤال. امي نعطوها يقول لك نعطوه ورقه بيضاء. قداش عمره ولدك؟ عمره 7 سنين. من وقتاش هو كمل ولاده ولا مرض؟ ولاده. ولا عطوه يقول لك ولا عطوه شهريه. ولا عطوه شهريه. ولا ولد عمي يقول لك نسكن في كوخ. وعندي 5 صغار. الكوش طبت من شريان. وهاكم ترعوا لحالته وترعوا لحالتينا. انا انسان فهمت سيدي عمري 82 سنه. واولادي يخذوا نساء فهمت سيدي وكل حد مشى على ذريته وخدام تحزام وتخدموا في المرمى ونايا معاق بشهادي بملفي من قدام الثوره اعطيته للمرشد فهمت سيدي وخرج لي المرشد من الصيف وقاعد يمهتل فيا في اليوم في غدوه في اليوم في غدوه في اليوم في غدوه في اليوم في غدوه لا خير معناها تلخت ونا لا عندي من يجري عليا لا شهريه لا منحه قاره باه يا ولدي يهديك مربي عيب عليكم يهديك مربي. اول مره جينا قناه البقره هذه. ثاني حاجة نحكي على الأولاد ساعة توقفوا في الوقوف هذا. الأولاد هذوما توقفوا عن غباء. أولا هما يعسوا على ديارهم ويعسوا على مواشي نتاعهم اللي تسرقت برشا مرات. ثم 10 ولا 15 تسرقوا. وتسرقوا اللي هما متسكنين أغلبيتهم على الطرقات. الأمن نقص شوي. ما فماش أمن ما يجيش ما فماش دوريات. الدوريات كان على الطريق الرئيسي هما هذوما تحبسوا بغباء علاش؟ خاطر ممكن نعاون حرس متعدي لقاهم في الطريق على وجه الخطا ايش تعملوا؟ وانا نعسوا على السراق وهو صحيح انا الناس نشهد بالشيء ضايع انهم خاطيهم ما همش متاع سرقه وما همش متاع براكاجات نطالبوا باخلاص سبيلهم في اقرب وقت ممكن. السيد المعتمد هنا العباد هنا خاطر بانت الوضعيه معناها ما في حتى ما عندنا حتى خلفيه اخرى. السيد الوالي كيف كيف على اساس النهار اثنين يخرجوا وهنا نستنى. المنطقه هذه الزفزاف عماد الزفزاف تعد 6000 ساكن. 6000 ساكن بما فيهم اول شيء مطالبوا بالطرقات والبيستات في الصيف ساعة الكراهب هذه كل ما تدخلش للمنطقه هذه خلاص. بربي لا لفته لفته كريم من السيد الوالي بتاع سيدي بوزيد انه يزورنا هنا في منطقه الزفزاف. وحاجه اخرى بربي بجاه ربي بجاه ربي انظروا لنا شايف الشباب بطل. رانا مهمشين لدرجه ما تصورهاش. راجلي ضرور. اسمي راجلي ضرور واعمى وعندي بناوتي تحت كفالتي وما عنديش بيش. شوفوني من جهه ربي. شوفوني من جهه ربي. ها يكونوا يعلموا والله حتك يطلع حتك يطلع البرا يهمل يخش الخلاء. الماء ما نكسبوش الماء نصرفوا الماء على انا.
الماء نشربه كان في الماء المالح. التشغيل شباب كل بطال تشوفيه، الكلها بطاله، كان خدم المرمى لقاه ما خدمش راه يرقد، الناس كل بطاله تشوف فيها الشباب لنا. هذا المطلب الثالث نتاعنا. المطلب الرابع، المطلب الرابع يتولهون بهم الوليدات هذوما نورمالمون يسيبوهمنا في اقرب وقت كان. عندكم ثقه في قناه حنابال بيان سور. عندنا ثقه فيها قناه حنابال، واول قناه تجينا لهنا. اول قناه تشمل البلاد هذه وتصورها وتشوف وراء نتاعها هي قناه حنابال، ما جاتنا حتى قناه اخرى. المنطقه هذه ما جاتها حتى قناه، في عهد بن علي ولا في العهد تو. ترا ولا ما تراهش انت؟ ما نشبحش وليدي حتى شيء. ما تشبحش والراجل ما يشبحش زاد بحذاك. ايه كان بالمقود. تمشيوا بالمقود يعني 100 دينار تصرفوها مع بعضكم؟ نصرف فيها كنا 100 دينار اللي كنتي وحدك؟ وحدي. هو عنده شيخوخه عنده 100 دينار ولا ما عندوش؟ ما عندوش. حاج نعم. انت توا امنا عندها 100 دينار يعني تصرف فيها، انت عندك ال 100 دينار يعطي لك فيها يا الدوله تعطي فيك في 100 دينار ولا ما عطتني حتى شيء؟ ما عطاوك شيء؟ شيء لساعة التاريخ. قديش عمرك انت يا بابا؟ عمري تقريبا في 100 وش. انت تقول لي 100 انا نعطيك 90، مثالش خليني نقول انا عمرك 90 سنه، 90 سنه وماكش تاخذ في ال 100 دينار هذيا اللي يعطيو فيها للعزوز؟ ها؟ ابدا ابدا ابدا. ناخذ حتى مليم. من اللي صار الثوره ما ثم حتى شيء، هذا الشغل ما نعرفوش حتى واحد ما خدم. اجبد واحد من هنا قول له خدمتش الحظيره. الماء ما ثمش خلاص. توا نكركلوا بالتراكتور كان شبحته هذا الماء. عندنا جمعيه نتاع بعطوش قصت 4 شهور ومن بعد مشوا قالوا شاركوا زدنا رجعنا في الاشتراك، رجعنا بالاشتراك واحد ما ثمش ماء. يمشي 15 يوم ويبطل. مسالش خويا انت قلت لي ليه؟ انت قلت لي مسالش انت قلت لي ليه وهربت؟ اما قناة حنابال حتى كي يهرب الواحد هي تجري وراه، قناة حنابال تجري وراك. المنطقة هذه كان الحاج يحكي عليها عم العربي وقال اللي هي منسية، أنت إيش نجم تقول؟ منسية صحيح. المنطقة هذه منسية بكل مشكلة. حنابال كنتوما تهربوا وهي تجري وراكم. مرحبا بكم في المنطقة نتاع ولاد خضر ولاد عليا، هذا جيراننا ولاد خضر وجيراننا مغادي ولاد عليا، وماذا بينا نستقبل مادام جا السنتاج هذا، ماذا بينا يوفرونا القنوات الكل في أقرب وقت، نحن منطقة منسية لهنا ما ثم شيء، لا شغل لا هم يحزنون. باهي قول عمي أنت يعني شنو باش تحكي لهنا من سيدي بوزيد من البلاصة هذه، شنو تحب تقول أنت الحنابال؟ نحبوا يزم تعطونا كار نتهزنا وثم ناس بطالة يزم تعطوهم شهرية. قبل ما نوصلوا للناس البطالة كي تقول لي فما كار، المدرسة بعيدة عليك يلزمها كار؟ بعيد علينا. قديش تمشي انت هكاك باش توصل للمدرسة من هنا؟ 15 كيلومتر باش توصل للمدرسة؟ لليسي. لليسي هذاك علاش طلبت كار انت يا عمي؟ ايه. وشنو تطلب باخر بخلاف الحافله اللي باش تهزكم اللي هي الكار، شنو طالبه يا خير انت؟ في ولاد خضر هنا مدينتنا ما عندناش عمل نسيج هكا راني متواضع ما تمش. ونحن حبينا يعني تعملونا المعامل من فضلكم تحبوا تعملونا المعامل. قناة حنابال تتبعكم وتمشي معاكم وتسمعكم، ان شاء الله يا ربي الكلام اللي انت قلته يوصل ويعاونوكم. باهي شكرا. المنطقة هذه نقولوا احنا انه ورا جبل، منطقة جبلية كان وراي خويا علي، معناتها هذاك جبل غاديك فما جبل اللي ورا جبل فما رقيب، ولهنا اللي هي منطقة سيدي خضر من ولاية سيدي بوزيد وكلها تتبع ولاية سيدي بوزيد بالطبيعة. من شنو تشكو؟ شنو مشاكلها؟ مشاكلها هي تو عندها تشكو صعاب ياسر، معناها من مستوصف من شغل
الشباب عندنا هاك شوف فيه معناها مش المواصلات، بعض معناها وحدات كما معناها فرع بريد كما فرع مستوصف كما فرع قباضة كما هذه كلها معناها ما عندناش ترفيه معناها للشباب، ما عندنا حتى شيء معنا هذا يعني حتى التشغيل معناها الحظاير ما عندناش حظاير، وبالرغم هي منطقة جبلية تخدم الناس وما عندناش، نحن الوحيدين منطقة تخدم مهمش أكثر. واحنا وصلوا صوتنا غادي خلي تفرج عين التوانسة على خاطر أنا منطقة جبلية ريفية ينقصها كل شيء. المستوصف يجينا طبيب في الأسبوع مرة واحدة، والمنطقة واسعة والحمد لله فحوالي 5000 ساكن، معناها عيادة واحدة أسبوعية ما تكفيش، وقاعة واحدة للطبيب زادة ما تكفيش، ماذا بينا على التوسع يكون مستوصف وليما لا يكون يجينا مرتين في الأسبوع وتكون عيادة. تعرف أنت اللي العباد اللي ما عندهاش، وهذه الحاجة أكثرية الشباب اللي عنده مثلا شهادة مهنية وعنده حاجات ما نجمش يخدم على خاطر منيش من أجل الفلوس، فهمتوا؟ لو أول حاجة نحبه مثلا تكون حاجة لهنا تخدم المنطقة وتخدم البلاد، والمدرسة الإعدادية نتاعنا هذه تكون ماذا بينا في أقرب وقت. أشكر قناة حنبا على اللي زارتنا أول مرة تزورنا قناة نحن في منطقة الخرشف، وطلبات البلاد راهي ياسر، وخاصة نذكر المناطق السقوية. المناطق السقوية بالنسبة للخرشف ثم فيها شيرة، فيها مناطق باهية فيها الماء وفيها كل شيء، وثم فيها شيرة منعزلة تماما ماها مالح ومع النشمة بصراحة مراه مع النشمة. انطالبوا في مناطق سقوية بالنسبة لمنطقة سيدي عمارة من الخرشف.